بعد عديد المناشدات من سكان الكرادة عبر الشرقية نيوز لإعادة افتتاح منافذ جديدة للمنطقة، هي عمليات بغداد تستجيب لذلك وتقوم بفتح منفذين جديدين، الأول بالقرب من تقاطع الأورزدي والثاني على شارع بينؤاس، منافذ زودت بمفارز للكينين إضافة إلى سيارات لكشف المتفجرات. ويقول قادة أمنيون أن إيصال المنافذ في الكرادة إلى 5 سينهي الزخم المروري ويسهل عملية الدخول إلى المنطقة. ارتأت عمليات بغداد فتح منفذين رئيسيين مزودة بمفارز الكينين وعجلات السونار، أضافة المنافذ الأخرى الثلاثة السابقة اللي هي الراهبات وسبع قصور والزوية، ضفنا لهم أبو نؤاس وتقاطع الأورزدي من جهة حمام حج مهدي. أصبح 5 سيطرات رئيسية مجهزة بالسونار والكينين. هاي العملية أسفرت أنه أتاحت لنا العفو فتح 30 فرع من أبو نؤاس باتجاه كرادة داخل خلال هذه المنافذ، ومن خلال الإجراءات قطعاتنا الماسكة راح تصبح هناك انسيابية لحركة العجلات ولحركة الأشخاص. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، لافتات انتشرت في شوارع الكرادة أثناء عملية فتح المنافذ للمنطقة، لافتات طالب من خلالها سكان الكرادة بإعادة تنظيم السيطرات والطرق الفرعية للمنطقة. الشغل مو زين، يعني قطع ورثة العالم يعني فد مرة. هذا أشوف هاي قطعكم بأكثر من مرة. هاي القطع اليوم خليناها، القطع على الشارع هذا يعني من زمن النظام السابق هو سايد واحد، فهسه سووه سايدين، هسه السيارات ما نقدر نطبق، هاي الشقة كلها عدا السيارات ما يقدرون يخلون سياراتهم، جراجات كلها مزودة. ليش تطالبون انتو؟ يعني هم اليوم فتحوا السيطرات، شو تطالبون يعني؟ يعني خلي يعيدون النظام من جديد. فيما تؤكد قيادة الفرقة الأولى اللواء الثالث للشرطة الاتحادية إنها ستقوم بفتح أكثر من 50 طريقا فرعية تربط بين الكرادة داخل والكرادة خارج بعد إكمال تجهيز هذه المنافذ. وبإكمال افتتاح هذه المنافذ لمنطقة الكرادة داخل، تقول القيادات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والقوات الماسكة للأرض في الكرادة داخل إنها بصدد أيضا إلغاء مسألة التوقيت لدخول المركبات إلى الكرادة داخل تمهيدا لإعادة الحياة من جديد لهذه المنطقة. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.